راس الوداد راس المير على جايبين تو معاك وسط الخدام يا راس العليا تبعك نظيفة تدوني هكا ماتريالي وتجيبوا طيشوني هنايا ما قول لي علاش اش عملني اشكون شاكي بي وليد علاش تبارك عندك نفقة نفقة ليه نتاع نفقة ليه نتاع نفقة وزيد مانيش عارف شكون مش نفقة اصبر شاف ماكس جيم بخير يا شيخ ماركس بخير يا غادي ترس غادي جابوا لي جماعه مغاديك ترس غادي ساكر فمك يقسم بالله خلطت شكاره السيميان حطيت السيميان حطيت الماء الجماعه قالوا لي راهو الباك حاجتهم بيه شنو انت المحضر انت محلوش محضر زياده اشوف اشوف يا شو يا شو يا حبيبي محضر محضر تعاش غادي ساكر فمك جاوب على قد السؤال سالتوني ما جاوبتش خي درجت حاجه سيادتك بوركبه ليه هو بوركبه بوركبه طيب كلمتين باش نقولو لكم باش تمشي معانا مريقل ما كاش تعرف مصيرك شنو هو مش يعني مريقل معاك قلت حاجه ولا عملت حاجه والله زوالي تمشي مريقل ما كاش الدجاجه تستنى فيك دجاجه توني وقت الجيل كرشي جابته هالي جاي ما عندي في الجيل خلي تشرب ما عندي في الجيل وضعيه الدجاجه ماك تعرفها خلي تقول لي الجيل تو وقت الجيل وراس الميرتي اللي حتى سردينا بالسيف خالت على سكر فمك قلت لك جاوب سيادتك بوركبه 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 تخدم بناية تدفيه ركبه والله ترى شكون تدفيه بركبه عارف قلت لك جاوب على قد السؤال سكر فمك تخدم بناية ما زلت وليت بناية كنت تخدم انا خدام ما زلت وليت جديد ظهر بشهاده معناتها والله لا صار وراح لطم الغالية هذيك وراح لطم الفور نتكسب حتى شهد انا عندي ضربات الملس الملس ضربات هكا والله وصلت صغار ناخذ واحد يخدم ايوا كرهت المطار طاحت راني ما نكفرجش والله لا نكفرجها اقسم بالله لا نكفرجها ولا تقول لك جاوب على قد السؤال فاش مختص في البني كان الليك باش تكذب على ربك كان الليك شوية فرطت مليح فرطت ما شاء الله عليك أما الليقة حتى كان عندك دار بالليقة ولا فرطت ولا فرط سهل كبير هذا حديد وزيد حاجة أخرى رايح ريت كلمة الليقة جيب والله اليوم ما طلعت تثبت على أي الليقة رايح حتى الليقة بتاعنا من جيبك الاثنين ليه تلاقي قلتوا إيه فيك فيها ناس كبيرة ليقوا علام تحفرش أنفاقك تعفيق خليني نتاع فيق هذا جهد تاع فيق اللي تحضر فيق كان الليقة خويا مختص كان في الليقة كان في الليقة لم فيق ما تحفرش لا 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 عرفش نحفر لم فيق شو عالبال أحفر لم فيقني وكان الليقة والله يزول خلي بشي التواليت تاكر فمك وترس غادي تمشي التواليت باي كلمتي مش نسألهم لك وجاوبني صحيح والله نجاوبك والله شو علاقتك بفرنسا ابو السفير الفرنسي؟ شومي 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 فرنسا ضربة واحدة؟ ايه خويا جايبني لفرنسا وجايبني المقيم العام، ليه عندي علاقة مع المقيم العام ولا مع فرنسا؟ ديني ما عنديش علاقة مع تونس اللي عايش فيها باش نعمل علاقة مع فرنسا، راني زوالي خاطري فاخر في التواليت. أنت تبانس مليح هذول يا، هاو باش نعملوا علاقة معاك، مثال صح لو باش نعملوا علاقة معاك. طب الجيل الصحيح ولا؟